اهلا وسهلا. يا حضرتك اخد قهوه مظبوط؟ قهوه مظبوط ايوه. والبي شاي مظبوط لصاحبي شاي. لو في رغبه نسمعوا مزيكا او اغنيه او كده. قوي قوي لو حلوه. اوكي. الفنان الكبير عم عبده ماشي من اعظم العازفين كمان، وحضرتك تحتبروا تحب تسمعوا ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، علي الحجار، محمد الحلو، عمرو دياب، اي منتجين شبان لو تحتاج. لا ام كلثوم. اوكي. كام الحساب؟ قدام حضرتك مش باين؟ 92 جنيه؟ ايوه يا فندم. ليه؟ ليه حضرتك اقول لك؟ 5 جنيه ونص شاي وقهوه، 68 جنيه 75 قرش. أيوة. عصف لسه فاكر. ليه؟ 10% خدمه واحنا هنا ما بناخدش بقشيش حضرتك. طب ليه ان شاء الله؟ ليه 68 75 عصف لسه فاكر؟ استاذ عبد الماشي لما جه عزف لحضرتك انا عمري ما دخلت مكانه ودفعت عصف. ازاي؟ ايه عصف 68؟ انا قلت لحضرتك تحبي تسمعي؟ قلت لي اسمع. زي ما قلت لك تحبي تشربي ايه؟ قلت يا بيه المفروض قبل ما اسمع تقول لي تحبي تسمعي، تقول لي السماع دوت ليه سعر. حضرتك واضح انك ما بتخشيش اماكن زي كده بصراحه، يعني ده واضح. ميرسي جدا وما تغلطش. انا ما غلطتش يا فندم. ما تغلطش انا بقول لك. انا ما غلطتش في حضرتك، واضح ان حضرتك ما دخلتيش مكان زي كده قبل كده. ليه ان شاء الله؟ ما دخلتش مكان زي ده، امال كنت بقعد فين؟ بقعد على قهاوي ولا ايه؟ يا فندم لو سمحت. قهاوي ثانية واحدة يا فندم. يا فندم ما غلطتش في حضرتك خالص، حضرتك بس بتقولي كلام كده. كام يا فندم؟ حضرتك 71، 2 مانجا ب 7 جنيه، 5 جنيه عصف أغنية قهواك، 10% خدمة. ماشي. اتفضل حضرتك. ميرسي. وتحياتي قوي قوي للأستاذ عبد الماشي. حاضر. كان هايل والله. اتبسطت حضرتك؟ الحمد لله. السلام عليكم. متشكرين يا فندم. تحياتنا لحضرتك. خلاص اتفضل، عايز تحط بند حط بند 10 جنيه 15 جنيه، انما مش 68 جنيه 75 قرش. عشان ايه؟ واضح ان حضرتك إيه بتسمعي بقى وعايزه تقعدي سفلقه، وده موضوع مش مظبوط. يا سلام. ده واضح. ليه طلبت منك تنزلي المشاريب ببلاش عشان عايزه اقعد سفلقه؟ لا حضرتك 5 جنيه دي مش انا ممكن ادفع 5 جنيه ده انا مين؟ طب عيب ما يصحش. شوف بتتكلم بتقول ايه. حضرتك هتدفعي؟ هتدفعي. مش هدفع. هتدفعي. مش هدفع. معلش هتدفع. مش دافعه. واعلى مفخلك اركبه. اعلى مفخلي اركبه. ايوه اعلى مفخلك اركبه. طب انا هعرف اخد حقي. حاضر. حاضر. ده ايه شغل النصب ده؟ لا نصب ولا حاجه. حاضر. الو بوليس النجده، احنا الكاميرا الخفيه يا فندم، الكاميرا الخفيه.